اوكي جاهزه يعني؟ جاهزه. اوكي يلا نشوف المثل شو يقول لزينب الهدير، لأن متصلة قبلك كانت اسمها زينة فداخل بطل الأسماء آسفة. أوكي يلا هدير، المثل يقول الجار قبل الدار. عفية عليك يا زينب، وجواب صحيح هدير. هدير هدير. زينب سوتي بينا زينب. وللأسف زينب كانت يعني خسرت ويانا بهاي الحلقة. يلا هدير، إن شاء الله يا رب هدير تفوزين أنتي إن شاء الله. اوكي اسمعي كلامي هالمره مو مثل زينب. اوكي اوكي يلا هسه راح نبيت المحبس، عندنا 500 دولار رصيد شلتين سي اوكي وثلاث وسائل مساعده. اوكي تمام يلا هسه حنبيت المحبس زينب، راح تنزل الستاره حتى نبيت ليش المحبس. اوكي اوكي يلا يلا زينب ارجس تركزين وياي. اوكي ها زينب يلا هدير. هدير والله هدير. هدير اوكي من قهرت على زينب لين خسرت شو تسوي؟ يلا ان شاء الله تفوز. ان شاء الله يا رب ان شاء الله انتي تفوزين. يلا زينب نبدي. هدير 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 يلا هالدورة خلي أدورج حتى ما أنسى اسمك تمام. يلا إن شاء الله هالدورة ماما يمك. إي يمي. أوكي يلا زينب يا دورة. يلا هالدورة يلا 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 يا هالدورة يا عمة تبلش. عظمة يا عظمة عظمة رقم اثنين ان شاء الله. هدير رقم اثنين. يلا هدير بلشت من عظمة رقم اثنين. رأيي شنو رأي ماما هدير؟ عظمة رقم اثنين. نفتح عظمة رقم اثنين؟ ايه. هدير تسمعيني؟ اي جاي اسمع. بس نص صوت التلفزيون حبابة. مصيته مصيته. اي عافية يلا تقولي نفتح عظمة رقم اثنين، رأيك ورأي ماما؟ اثنين اثنين اثنيناتكم؟ اي انت شو تقولين؟ اني ما اعرف كيفك انتي. يلا ان شاء الله عظمة هدير خليني ترى مذكرة اسمك اوكي؟ اي اوكي يلا ما اطولها عليك يا هدير ونفتح عظمة رقم اثنين الهدير وان شاء الله يا رب يطلع بها المحبس. نثبت نفتح عظمة رقم اثنين الهدير. عافية عليك يا هدير. والرقم اثنين ما بيها العظمة، ما بيها المحبس، سوري. وقالك الواحد والثلاثة والأربعة والخمسة والستة بالإضافة إلى إيدي اليمنى واليسرى. وعندك ثلاث وسائل مساعدة تقدرين تستخدميها كل ما تكون يعني كل ما تكونين خايفة، أوكي؟ زين عظمة رقم أربعة إن شاء الله. نفتح عظمة رقم أربعة تقولين متأكدة؟ انت تقولي ما اعرف خايفه. لا تقولي انا شو اقول. انت شو تقولي رايي؟ رايك وراي ماما اوكي؟ اوكي رقم خمسه. اربعه لو خمسه يا هدير؟ خمسه خمسه اكيد ثبتي خمسه ثبت خلاص يلا نفتح عظمه رقم خمسه الهدير ان شاء الله. عفية عليك يا هدير وما بيها المحبس. تلعبين وخوش تلعبين اوكي؟ زين هسه اخذ وسيلة مساعدة. تاخذين وسيلة مساعدة تمام. رصيدك حينقص 100 دولار وحيكون 400 دولار تمام؟ اوكي. ونشوف يا عظمة راح تنفتح الهدير. هدير شو ماما بدي اسمع صوتها. حياتي امي. اوكي انفتح العظمة رقم واحد تمام الوسيلة طلعت العظمة رقم واحد اوكي زينب يا مش تلفزيون دا تشوفينه اكيد يعني كان تلفزيون عالي. اوكي بقى الثلاثة والاربعة والستة وبالاضافة الى ايدي اليمنى واليسرى اوكي اوكي يلا هسه شنو زينب هدير بداية حلوة كانت نستمر
هالدورة ها هالدورة. شو صفنتي هدير وينك؟ ألو هدير، هدير، هدير سمعيني؟ راح صوت هدير وانقطع الاتصال للأسف ويا هدير، ويا هدير. هدير عاود الاتصال مرة ثانية للأسف، انقهرت كلش هدير. انقطع الاتصال، كان الخلايا من عندك. اوكي عاود الاتصال مرة ثانية حتى هالمرة تفوزين اكيد. تحب المسلسلات والبرامج العراقية؟ دوس سبسكرايب وخليك ويانا.